بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن نجارة الأعمدة. لاحظنا مع بعض الصورة اللي أمامنا، ده عمود دائري معمول له فورمة بلاستيك ديت على شكل دائرة، طبعا بيخلي خرسانة فرفير زي ما حضراتكم شايفين، يعني مش محتاجة بياض محارة عشان نخلي سطح أملس عشان الدهن، يعني هي معمولة زي الفل مش محتاجة أي حاجة. طيب، في ملاحظة ثانية إن الحطة بتاعة العمود الدائري بتبقى حطة مربعة، وإن المحاور بتاعة العملية الدائرية بتمر بالمتصف. طبعا ينفع نعمل يعني التجليد بتاع العمود الدائري، نعمله فارما بلاستيك زي دي، أو فارما خشب زي ديت، أو فارما حديد زي دي. ولو هو مربع ممكن نعمله فارما حديد مربع بالشكل ده، ونعمله شكلات تقوية بالشكل ده. بشكر حضراتكم وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، وأسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.